مناضل سياسي وجمعوي في المجتمع المدني، قديما ساهم بشكل متواضع في تأسيس أول نادي سينمائي اللي كان تابع لجامعة الأندية السينمائية، جامعة الوطنية للأندية، جواسيم ديال السيل هذيك البدايات. ثم كذلك كانت مساهمتي بعيدة ولكن في النادي السينمائي اللي كان في التسعينات، ثم هذا اللي تأسس دابا ديال النادي ديال لو سيتيام آر، هذا اللي من خلال هذا اليوم هذا من خلال التكريم، وكنشكرهم كذلك على هاد الحفاوة وهاد الكرم ديالهم، وهما وصلوا النادي السينمائي إلى أنه يكون معروف ويكون ينظم مثل هذا المهرجان. وهذا الحلقة 14 ديال النادي، نتمنى أن يواصلوا هذا العمل ديالهم ديال السينمائي. هذا هو اللي يمكن نقول. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.